شجاني عش ما أجمل إيمان وصنع الجو الروحاني هيا برد بالتبيان وانشف النور الإيماني واطلب المولى الغفران واغنم الفيض الرباني واتلو يا تالي القرآن. يا ناشدا للهدى في الغرب معذرة إن الهدى حيث وحي الله قد هبط لما التسول والإسلام قدوتنا لما التسول والإسلام منهجنا يغنيك عن مد كف أو سؤال عطا قالوا قديم فقلنا الشمس قد قدمت فغيروها بأخرى أيها البسطاء وغيروا الكعبة البيت العتيق فلم تعد ملائمة شكلا ولا نمطا نعم القديم قديم يستضاء به بئس الجديد إذا ما ورثت سقطا. مشاهدين الأعزاء سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مسابقة معاذن العامة لحفاظ كتاب الله عز وجل. مسابقتنا لهذه الليلة في فئة المصحف مع 40 حديثا النووية في المرحلة الثانية. نرحب في بداية هذه الحلقة بمشايخنا أعضاء لجنة التحكيم وبالمتسابقين في حلقة هذه الليلة. يتفضل المتسابق الأول ليعرفنا بنفسه. الاسم حميد أحمد محمد النجار، جمعية إقراء الخيرية لتعليم القرآن الكريم، محافظة الجوف. أهلا بك يا أخ حميد. المتسابق الثاني. الاسم عبد الوهاب محمد شاس، مشروع الشفيع التابع لمؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية، محافظة صنعاء. وأهلا بك أخ عبد الوهاب. وننتقل إلى لجنة التحكيم ومع أسئلة المتسابق الأول. نرحب بكم أيها الإخوة في هذه التصفية الثالثة، ونحن نخوض غمار هذه المسابقة القرآنية الجميلة، ونحن نحصد هذه الثمار خلال 13 عاما. ها نحن نصل إلى المرحلة ما قبل التصفية الأخيرة في فئة المصحف مع حفظ 40 حديثا من أحاديث 40 النووية التي اختارها الإمام النووي رحمة الله عليه. وفي هذه المرحلة الأخيرة سيتم إعداد أو تم إعداد سؤالين لكل متسابق، إلا أن كمية كل سؤال ستزيد عن كمية الثلاث الأسئلة التي تمت في المراحل السابقة، وبالتالي أيضاً سيرافق ذلك السؤال في المادة العلمية المرافقة في 40 النووية في مفردات القرآن في متن الجزرية مع شرحها. نحن اليوم نخوض هذه التصفية الثالثة في المصحف مع حفظ 40 النووية. يتفضل في هذه الليلة الشيخ نجيب في توجيه سؤالين. نجيب العامري طبعا شيخ القراءات في جمعية معاذ العلمية لخدمة الكتاب والسنة، وسيوجه للمتسابق الأول سؤالين ثم للمتسابق الآخر سؤالين آخرين، فليتفضل. نرحب بالمتسابقين حميد النجار وعبد الوهاب شاس، ونتوجه للسؤال الأول للمتسابق حميد النجار. أسمعنا من قول الله تعالى في سورة البقرة: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا
قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه قال إنه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله سميع والله واسع عليم حسبك فتح الله عليك السؤال الثاني أسمعنا من سورة سبأ من قول الله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم يحشرهم وما يعبدون سمعت السؤال كيف؟ عيدوا السؤال ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون من حق الطالب أن يعرف في أي سورة قد يقول سبأ ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير حسبك فتح الله عليك
وفقك الله يا حميد وبارك الله تعالى فيك. كتاب الله سبحانه وتعالى يغرس في القلوب محبة الله عز وجل ويمكنها من شغاف هذه النفوس، حتى يعلم كل سامع وتال ومتبع لهذا الكتاب أن كل محبوب سوى الله سرف وهموم وغموم وأسف، كل محبوب فلي منه خلف، ما خلى الرحمن ما منه خلف، إن للحب علامات إذا ظهرت من صاحب الحب عرف، همه في الله لا في غيره، لهجا يتلو بآيات الصحف، باشر المحراب يشكو بثه، وأمام الله مولاه وقف، راكعا طورا وطورا ساجدا، باكيا والدمع في الأرض وكف، ونحن في شهر القيام والصيام والركوع والسجود والصدقات، يحق لنا أن نبحث عن هذه المعاني من المحبة لله سبحانه وتعالى التي تنعكس في حياتنا حباً لخلق الله ونفعاً للناس. فأحبوا الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. فقرتنا التالية مشاهدين الكرام مشاريع قرآنية. سحر أنوار البصيرة الساحرة، إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر فيما أقامك. هذه مقامة من مقامات العارفين، وصورة تجسدها بطلة قصتنا سحر. قلب كبير وروح دفاقة وبصيرة ناقدة تحمل الخير لمن حولها ولجميع الناس، وتراهم بعين بصيرتها بعد أن ابتلاها الله بفقد بصرها ليعوضها الجنة جزاء صبرها. بداية أنه دخلنا المدرسة وكانت درسناها لجمعية الكف والعمر، واستمرت فترة، وبعد تعودت أنها تقرأ القرآن بشكل، فشجعناها وحاولنا أنه كان بوجود المرحوم الله يرحمه أمها، فشجعتها وكانت ترافقه بشكل يومي إلى المسجد ولتأدية الصلاة، بالذات صلاة الجمعة كانت على صلاة مستمرة بالمسجد واستمرت في قراءة القرآن. نجحت سحر في تحدي الإعاقة، ونجحت والدتها باختبار الأمومة والعطف والتربية. تدخل سحر بعدها اختبارا جديدا وتحدي أكبر، حيث وفدت أمها على بارئها، وافتقدت سحر الأم والرفيق والسند، فصبرت مرة أخرى وعلقت رجاءها بالله، فقيض الله لها أختها الأكبر منها التي ورثت دور الأم في بيت الأسرة وهناك إلى بيت الله. بعد وفاة أمي أخذت على عاتقي ما كانت أمي تعمله، نفس الأدوار التي كانت تعمله مع أختي سحر، أخذها يومياً إلى الحلقة، أشجعها وأسمع لها وأراجع لها. التحقت بحلقات بنت القرآن حافظة 25 جزءاً لي 6 سنين، أدرس على يد الأستاذة عزيزة مركز عائشة التابعة لجمعية معاد الخيرية. كان الفضل بعد الله لمن الله يرحمها الذي شجعتني بحفظ القرآن، أخواتي وإخواني شجعوني كمان حفظ القرآن الكريم، ووالدتي سبقتني لحفظ القرآن الكريم، وكان لي الدافع أن أحفظ القرآن الكريم. تعيش سحر سادسة لخمس أخوات، اثنتان منهن قد أتمتا حفظ القرآن الكريم. تقرأ على أستاذتها سورة الرحمن لتكون رحمة وبردا وسلاما على كل من حولها، بل وكل من يسمعها. علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. سحر هي روح هذه الحلقة القرآنية ودافعها إلى الارتقاء ومحفزها للسباق نحو الجنان. أحب أتكلم عن سحر،
سحر طالبة مجتهدة ممتازة في الحلقة، لم تتغيب عن الحلقة كثيراً، الكل يفتقدها عند غيابها، ومع أنها لا تغيب كثيراً لكنه إذا غابت يوم الكل يبحث عنها، هي نور للمسجد. اجتماعية، أول طالبة تدخل الحلقة هي من تجلس معها وتعرفها بالبنات، والكل كل من يدخل الحلقة يجلس مع سحر، لا تجد أي صعوبة في الحفظ، تسمع للشريط كثيراً ومراجعتها ثابتة جداً، تراجع وتسمع من الشريط المراجعة، تسمع كثيراً، تكرس كل وقتها، حتى عندما تتكلم تجلس لمنتصف الليل عشان تسمع الشريط وتثبت الحفظ. عند السحر يبزغ النور، وعند سحر نرى نور الله. الله وضل قصيرة القرآن في قلبي بدلاً عن البصر. يقول الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سحر آية من نور هذا الكتاب المبين، أضاء الله حياتها وحياة من حولها بالقرآن الكريم، فصارت نموذجاً يحتذى وآية تعتبر. وتقديراً منا في جمعية معادن العلمية لخدمة القرآن الكريم والسنة النبوية لهذا النموذج القرآني المتميز، فإننا نهديها درع التميز. مشاهدينا، نعود وإياكم إلى لجنة التحكيم وإلى المتسابق الثاني في حلقة هذه الليلة وإلى أسئلة المسابقة. نرحب مجدداً بالمتسابق عبد الوهاب شاس. أسمعنا من سورة يونس من قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه، بل له سبحانه هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا
أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ حسبك بارك الله فيك. السؤال الثاني، أسمعنا من سورة الروم من قول الله تعالى: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي لا والله الذي ولا والله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. حسبك بارك الله فيك. زادك الله من فضله يا عبد الوهاب. آيات الله عز وجل تتوالى أمام أعين الناظرين وقلوبهم لتأخذ بهم إلى الله. لله في أفق الحياة دلائل وأقلها هو ما إليه هداك. هذه الآيات التي يصرفها الله سبحانه ويبينها لقوم يعقلون، لقوم يتفكرون، لقوم يتدبرون، تشمل الحياة كلها وتعم الموجودات كلها، فهي في الإنسان وهي في الحيوان وهي في الأرض والسماء وهي في تصاريف هذا الكون وفي أحداثه المتقلبة التي تلوح أمام العين، تأخذ بالإنسان إلى الله. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. نذهب إلى قطوف دانية
مع أهل الذكر والعلم. فإلى القطوف الدانية. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى، ثم أما بعد. القرآن وبناء الأمة. رسالة القرآن الخالدة رسالة معجزة متجددة بأنواع الإعجاز الذي يتناسب مع النضج الثقافي والمعرفي لدى الأمة المتحصل عليه بالوسائل الحديثة للمعرفة. والحقيقة التي لا مراء فيها أن القرآن ما أنزل للثقافة ولا لتزيين الجدران ولا لافتتاح المهرجانات والاحتفالات والبرامج، إنما هو رسالة تغيير وبناء، وكتاب هداية وإرشاد، ورسم مسارات الرقي الروحي والسلوكي والمادي. ولذلك فواجبنا نحوه ينطلق من هذا المفهوم، وهو مفهوم أخذه الأوائل ممن نزل عليهم القرآن غضا طريا، فكان تعاملهم مع القرآن كما قال أحد العبادلة: كنا ناخذ العشر الآيات من القرآن لنتجاوزها حتى نقرأها قراءة صحيحة ونفهم ما فيها من أوامر ونواهي وعبر وعظات، ثم نعمل بها ونحفظها وندعو الناس إليها. ولذلك عندما سئلت أم المؤمنين عائشة عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. وعندما وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وصفوا بأنهم كانوا قرآنا يمشي على الأرض. ولذلك إذا أردنا أن نكون من أهل القرآن خاصته، فعلينا بحفظ حروفه وتنفيذ أوامره واجتناب نواهيه والاعتبار بمواعظه والسير على نهجه وهديه. فالرابطة رابطة عمل وسلوك، لا رابطة حفظ سور وحروف. وعلى ضوء هذا المفهوم ينبغي أن نراجع فهمنا لكثير من الأحاديث والآيات التي تتحدث عن فضل حملة القرآن والمنتسبين إليه. إننا اليوم نشهد ثورة حفظ مباركة لكتاب الله تجاوزت عشرات الملايين، وهي ثورة مباركة شرحت الصدور وأثلقت القلوب، فجزى الله القائمين على المسيرة القرآنية خير الجزاء من إداريين ومعلمين وداعمين وإعلاميين. ونتمنى عليهم أن ننتقل سويا بجهود مباركة نحو القرآن وتغيير السلوك لبناء الأمة على هدي قرآنها وسنة نبيها. وهذا هو مضمار التسابق القادم. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن وخاصته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا الكرام، نعود الآن إلى لجنة التحكيم وإلى السؤال العلمي في حلقة هذه الليلة في 40 حديثاً النووية. نرحب بالمتسابقين، وستكون المادة العلمية هي أحاديث 40 النووية. نبدأ مع المتسابق حميد أحمد محمد النجار في النموذج الثامن الذي تم اختياره بعد إجراء
القرآن من قبله. في النموذج الثامن معك الحديث التاسع، عنوانه وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وترك مخالفته. هل تستطيع أن تعرفنا على راوي الحديث من الصحابة؟ من هو؟ راوي الحديث وأبو هريرة رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه. راوي الحديث أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم عام خيبر وشهدها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أكثر الصحابة حفظاً للأحاديث بسبب أنه كان من أصحاب الصفة، فلم ينشغل بتجارة ولا أسفار، فحفظ هذه الكمية من الأحاديث لكثرة مرافقته لمجالس العلم مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا مجال للطعن في مثل هذا الصحابي الجليل، حيث يقوم الرافضة بالطعن فيه بأنه مكثر للأحاديث. هذا مبرر أن تفرغه لطلب العلم وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم جعله من أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أضف إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا له، فكان من أكثر الصحابة حفظا. من هو الذي خرج هذا الحديث من المحدثين؟ الإمام مسلم رحمه الله فقط. مسلم، نعم. حديث ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم. من الذي رواه من المحدثين؟ البخاري ومسلم. البخاري ومسلم، صحيح. وعند المحدثين إذا اقترن البخاري ومسلم فالحديث من أعلى درجات الصحة، وهو متفق عليه. طيب يا أخي الكريم، في النموذج الآخر أو في السؤال الآخر، الحث على فعل الخيرات، أيضاً يرويه أبو هريرة رضي الله عنه، كل سلامة من الناس، هاته هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. أحسنت وبارك الله فيك، ليس مطلوب منك الراوي، كان مطلوب فقط المتن، وقد أجدت فيه. ننتقل إلى المتسابق عبد الوهاب محمد شاس. أنت يا عبد الوهاب اخترت النموذج الثاني عشر، أليس كذلك في القرآن؟ الآن في هذا النموذج عنوان حديث اسمه الحياء، عنوان الحديث الحياء. إن مما أدرك الناس من كلامي النبوة، إلى آخر الحديث. من هو هذا الصحابي الذي روى هذا الحديث؟ أنا أبي ابن مسعود سفيان بن عبد الله. أنا أبي مسعود. من؟ أبي مسعود. عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري. عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو، وهو أنصاري جليل رضي الله عنه وأرضاه. طيب من البخاري. المحدث الإمام البخاري، أحسن الله إليك. السؤال الثاني: لا تحاسدوا ولا تناجشوا، هات لنا هذا الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض،
وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ما شاء الله. طيب باقي شيء؟ كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. حديث جليل يهتم بقضية الحفاظ على النفس التي يتساهل فيها البعض، والمال والعرض. بارك الله فيك. بارك الله في المتسابقين. مشاهدين الأعزاء، كان أصحاب الحبيب عليه الصلاة والسلام ينشدون قيم الدين عملاً وسلوكاً في هذه الحياة، ونحن اليوم بحاجة إلى أن نستمع إلى الحداء ليحيي فينا الأشواق لتلك القيم والمعاني. فمع الأنشودة. رمضان لك الشوق ينادي بحنين فؤاد وقادي، يمضي عيد يأتي عيد وقدومك أجمل أعيادي. رمضان لك الشوق ينادي بحنين فؤاد وقادي، يمضي عيد يأتي عيد وقدومك أجمل أعيادي. يا خير هلال حين أطل ونسبح لله الهادي، نحمده أن قد أدركنا وعدك يا أغلى ميعادي. يا خير هلال حين أطل ونسبح لله الهادي، نحمده أن قد أدركنا وعدك يا أغلى ميعادي. رمضان لك الشوق الشوق ينادي بحنين وقادي، يمضي عيد يأتي عيد وقدومك أجمل أعيادي. يا شهرا تسمو فيه الروح وتحلق نحو الأمجاد، تترفع عن ترف الدنيا وكتاب الله لها حادي. يا شهرا تسمو فيه الروح وتحلق نحو الأمجاد، تترفع عن ترف الدنيا وكتاب الله لها حال. رمضان لك الشوق ينادي بحنين فؤاد وقادي، يمضي عيد يأتي عيد وقدومك أجمل أعيادي. رمضان لك الشوق ينادي بحنين فؤاد وقادي، يمضي عيد يأتي عيد وقدومك أجمل أعيادي. عد بالإيمان وبالخيرات والخير منيرا لبلادي، لك يا رمضان يحن القلب ويردد باسمك إنشادي. عد بالإيمان وبالخيرات والخير منيرا لبلادي، لك يا رمضان يحن القلب ويردد باسمك إنشادي. رمضان لك الشوق ينادي بحنين فؤاد وقادي، يمضي عيد يأتي عيد وقدومك أجمل أعيادي. رمضان لك الشوق ينادي بحنين فؤاد وقادي، يمضي عيد يأتي عيد وقدومك أجمل أعيادي. يا خير هلال حين أطل ونسبح لله الهادي، نحمده أن قد أدركنا وعدك يا أغلى ميعادي. يا خير هلال حين أطل
ونسبح لله الهادي نحمد أن قد أدركنا وعدك يا أغلى ميعادي رمضان لك الشوق ينادي بحنين فؤاد وقادي يمضي عيد يأتي عيد وخدوك أجمل أعياد رمضان لك الشوق ينادي بحنين فؤاد وقادي يمضي عيد يأتي عيد وقدومك أجمل أعيادي وقدومك أجمل أعيادي مشاهدينا الكرام، نذهب الآن إلى إعلان النتائج ومع لجنة التحكيم لتعلن نتائج المتسابقين في حلقة هذه الليلة. حلقة هذه الليلة لا شك أنها من الحلقات النموذجية الرائدة، وقد برز فيها نجمان. النجم الأول عبد الوهاب محمد شاس، والنجم الأول مكرر حميد أحمد محمد النجار. لكن يسعدنا أن نقدم جائزة هذه الليلة إلى المتسابق المتألق حميد أحمد محمد النجار، ليغادرنا على أمل أن نلتقي في مسابقة في القراءات بإذن الله تعالى على مستوى دولي في السنة القادمة بإذنه تعالى. حيث كانت نتيجة الأخ حميد أحمد محمد النجار 92 درجة و87 درجة من 100. أما بالنسبة لعبد الوهاب محمد شاس فنتشرف بأن يصطحبنا في المرحلة القادمة، كان مجموع درجاته 93 درجة و3/4 الدرجة. وفق الله الجميع لكل خير. وفق الله الجميع لكل خير، ووفقنا وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى المنافسة والتسابق على درجات الآخرة والرضوان. يتفضل الأخ حميد النجار لاستلام جائزته لحلقة هذه الليلة. الجائزة عبارة عن جهاز موبايل مقدم من شركة يمن سيل، ومبلغ نقدي مقدم من الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم، وحقيبة مقدمة من جمعية معاذ العلمية، بالإضافة إلى شهادة مشاركة في هذه الحلقة. مبارك عليك أخ حميد، وفقك الله ونفع بك. مشاهدينا، لعلكم ولعل أرواحكم ما زالت تواقة محلقة إلى رياض القرآن الكريم في فقرة تلاوة ورواية. اتلو يا تالي القرآن، اتلو آيات الفرقان، اقرأ ما قال الرحمن وحي في جو القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به
وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الأكوان صوتك الحاني يشجعني عش مع أجمل.